السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نهاركم مبروك، من صباح تال دروك. ان شاء الله هذا الفيديو يصيبكم احسن حال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا مرات لوسي غد تقدم لكم القرص ديالها على الطريقه ديالها، وان شاء الله يعجبكم. وان عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك وبارتاج مع العائله ديالكم وحبابكم. معز عليكم والسلام عليكم، ونخليكم مع الفيديو. سلامة. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كيف دايرين؟ مزيانين؟ اش اخباركم؟ توحشناكم. ايوا دابا غادي نقدم لكم قريشلات. درت هنايا زلافه ونص ديال الطحين، كندير فيها انا عيني ميزاني ما كنعبرش بحال هكا الجنجلان داكشي هكا، شي ثلاثه المعالق ديال الجنجلان. كندير فيهم شوي حبه حلاوه ونافع، عينكم ميزانكم على حساب الطحين اللي راكم عندكم غادي ديروا هكا. غير النسمه كتعجبني، فيهم نسمه ديال حبه حلاوه ونافع. كندير كلشي في دقه، كندير كاس ديال الزيت، كندير كاس ديال سنيده عفوا، كاس ديال الزيت، وكندير بيضه. بيضه كندير خميره وحده ديال 15 غرام ديال الخميره الحلوه، وكندير لافاني بينيه وحده، وكندير واحد نقيطه ما زهر، وكندير خميره ديال العجينه. الكاس اللي عبرت به الزيت كنعبر به كاس ديال الماء دافي. صافي كنحطو وكنبقى نخلط هاد العناصر كامله، ومن بعد كنخلطها بالحليب يعني دافي، والعجينه تجي جاريه. او تجمعوها هكا هي من احسن. انا كنخلطو ديما بالحليب كيجيو زوينين. هانتوما تتابعوا معنا ان شاء الله حسن نكملو. ايوا كي دايرين؟ لاباس عليكم. دابا كنتمو غادي مع هكا، نتوما كتشوفوا الحليب ما تخافوش منه، يعني تجي جاريه العجينه ما تجيش قاصحه. نتوما كدلكو غير هكا خلطوا، ماشي ضروري يدلكو غير هكا. وانا كنزيد الحليب، كون ما كيشرب هذاك الطحين الحليب كنزيد الحليب سخون يعني دافي، ما يكونش سخون بزاف. هانتوما كما كنكب الحليب كيشربوا الطحين، حتى كتجيني العجينه ديالي خفيفه، ما كتجينيش العجينه جاريه. وانا غنوريكم الطريقه، اللي عنده الماكينه ديال العجينه اسهل احسن. هذه هي الطريقه ديالي باش كنخدم. سبحان الله، واخا نخدموا بالماكينه العجين كيعجبني نخدموا بيدي. هاكا شتي الحليب شحال شرب لي تقريبا؟ نقول لكم هاد الزلافه ونص هزت لي تقريبا يطرو لاروب.
هكا جزارية. وانتم معايا في الطريقه ان شاء الله. هانتم كنستمروا ديما في هكا كندهنوهم مزيان، كندير بيضة كاملة كندهن بيها. ملي كيخمرو كندير فيهم جنجلان شوي سكر فانيلا وسنيدة، وكنخشيها في الفرن كنشعل عليها الفوق والتحت 180 درجة. والآن مع التتمة، يعني جاو ما شاء الله. نقصت وحدة درتها في اللاطة الأخرى حيت غادي يجيوني بزاف أعراض بزاف، ويني جاو واش غادي نقول لكم. روعة بصحتكم وراحتكم. جاو يعني نعطي لكم وحدة دابا باقي سخان، بغيت هانتوما ها جوارين سخان تبارك الله. شوف كيف مفشفشين وخاويين وصفرين وزينين وبنان. بصحتكم. قريشلات ديروا بهم اتاي في كاسكروت في العشيه ميريندا جوارين. بصحتكم الزينات. ودابا مع اللاطا الثانيه هي حتى هي كنحيد وحده بوحده زعما ما كيلصق ما والو. شتي هذيك الطريقه اللي درت له جاريه هانتوما ما كيلصق ما والو. هانتوما كي كيجي يعني كتجي هاد الطريقه كتعجبني، كيجي خفيف سخانه. هانتوما واخيرا في النهايه كيجينا هكا قريشلات هادو اللي فيهم سكر نفالي وسنيده. هادو ما فيهمش السكر الفوق كيجيو هكذا، اللي يبغى على حساب اللي فيه السكر ياكلهم عاديين. هادو جاونا هكذا.